بين ملف إيران النووي وتوسع الدولة الإسلامية كثيرة هي هواجس الدول الخليجية، وما زيارة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إلى الرياض إلا محاولة لطمأنة دول الخليج إلى النوايا الأمريكية في هذين الملفين. فقد أسمع كيري وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست تأكيدات أن بلاده لن تتغاضى عن أعمال إيران التي تسبب زعزعة الاستقرار في مناطق مثل سوريا ولبنان واليمن. في المقابل سمع كيري المواقف المعتادة من دول الخليج بالنسبة إلى تنامي دور إيران في العراق تحت غطاء مقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية. فداعش هي من صلب الملفات التي لإيران يد فيها، والطرفان السعودي والأمريكي يتوافقان على ضرورة مقاتلته ولو اختلفت الأساليب. عبرنا لكيري عن قلقنا من تدخل إيران في سوريا ولبنان واليمن والعراق. استمرار أزمة سوريا جعلها ملاذا للإرهاب بمباركة بشار الأسد، وينبغي إيجاد توازن عسكري على الأرض في سوريا عبر دعم المعارضة المعتدلة. احتلال الدولة الإسلامية الأولوية في المنطقة وبحث سبل محاربتها لم يحجبا النظر عن الهدف الأساس الذي لا بديل عنه، وهو إسقاط الأسد وفق كيري. حتى إن كنا نخوض محادثات مع إيران فلن نتغاضى عن أعمالها المهددة للاستقرار والداعمة للإرهاب. قد يكون هناك حاجة لممارسة ضغط عسكري لإخراج الرئيس بشار الأسد من السلطة. لقد فقد كل ما يمت إلى الشرعية بصلة، لكن لا أولوية لدينا أهم من ضرب داعش ودحرها. الكلام في السعودية لم يختلف كثيرا عن الكلام في فرنسا التي استقبلت وفد الائتلاف المعارض بعدما أثارت زيارة الوفد البرلماني الفرنسي إلى دمشق ردود فعل متباينة. هدف اللقاء كان إعادة تأكيد موقف فرنسا، وهو أن الأسد فاقد للشرعية ولا يمكن التحاور معه لا لمحاربة الإرهاب ولا لدرس مستقبل سوريا.